لكن ماذا عن الغضب الإسلامي الذي تمثل في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي على تصريحات نتنياهو بسعيه لضم يعني مناطق جديدة في الضفة بل وحتى الأردن؟ يعني هل كانت هذه سقطة الآن قد تودي بمشروعه في موضوع التطبيع يعني مع العرب؟ للأسف مثل هذه القضية خصوصا في فترة الانتخابات تخدمه كثيرا في ظل جمهور صهيوني يميني وفي ظل تخويفه للجمهور الصهيوني بأنه هو الوحيد القادر على مواجهة العرب ومواجهة المسلمين وعلى حماية الكيان الصهيوني. مثل هذه التصريحات وهذه الاجتماعات تخدمه. أي تصريح عربي إسلامي ضد نتنياهو في هذه الأيام أو الأيام التي سبقت الانتخابات كان نتنياهو يجيرها فورا لصالحه، وبالتالي كان تحدث كثير من المحللين على أن كل من يذم نتنياهو هو في الحقيقة من العرب والفلسطينيين تحديدا، هو في الحقيقة يشكل دعاية انتخابية لنتنياهو.